ليس لصخور الجيود أي أهمية اقتصادية، إلى أن كثيرا من الناس يقترونها لأغراض الزينة. ولو أن المرأة ذهب إلى مضي غرب ظفار لوجد عند التلال التي تقابلها وفي الوادي الكثير من هذه الصخور المثيرة، تبدو كالكرات الصغيرة داخلها بلورات جميلة بلون لب النرجيل. وتنتشر صخور الجيود أو العقيق الأبيض المبطن بالبلور في عدد من الأودية في الغرب الأوسط من محافظة ظفار، وتعود جيولوجيا إلى تشكيل رس الذي ترسب منذ 50 مليون سنة على وجه التقريب من أصل بحر ضئيل وبيئة سبخة. وفي الأرض نوعان من هذه الصخور، الأول منشأه ترسبي وهو بسيط في تكوينه ويكثر عموما في صخور الجير. ويعود جيود ظفار إلى هذا النوع إلى أنه يظهر بعضا من الخصائص الشاذة لم تكن معروفة من قبل، والنوع الآخر أصله بركاني وليس له أثر في عمان. والجيود صخور كروية مجوفة موصولة أحيانا ببعضها البعض في جدار واحد من الصخر، ولون الغلاف كلون الرمال. أما باطنها فيتكون من بلورات المرو التي يتفاوت لونها من الأبيض الفاتح إلى الأبيض الغامق، وأحيانا تكون زرقاء داكنة.